هتكلم عن المؤتمر الاقتصادي، واحنا الحقيقه المؤتمر الاقتصادي كان انعكاس حقيقي لمكانه مصر واهتمام العالم كله بمصر وباستقرارها وبالاستثمار فيها. واتعملت وقعت اتفاقيات كثيره خلال ومذكرات تفاهم، وطرحت مشاريع كتير. وطبعا برضو الموضوع ده محل اهتمامنا كلنا. اتعملت آلية لمتابعة كل اللي تم الحديث عنه في المؤتمر الاقتصادي على مستوى الرئاسة وعلى مستوى مجلس الوزراء. وأنا لما بقول إن أنا مهتم وبتابع الموضوع ده بشكل شخصي، لا أقلل أبدا من عمل الآخرين، لكن لأن احنا عايزين نقول المشروع ده وقعنا عليه، نفضل متحركين لغاية لما هذا المشروع ياخد طريقه ويتنفذ على الواقع، لأنه كل خطوة بنخطوها بإنجاز على الأرض ده نجاح لينا كلنا. خلال الفترة اللي فاتت أو الشهر اللي فات، كان أنا حسيت إن في يعني عدم راحة ويمكن ارتباك كمان شوية فيما يخص المشروعات اللي تم الإعلان عنها، زي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتقال كلام كتير، يا ترى ده معمول لمين؟ طب خلوني أكلمكم بمنتهى الصراحة كده. مشروعات البنية الأساسية اللي اتعملت في مصر بيشارك في عملها الآن ما يقرب من مليون إنسان، مليون عامل يعني. المليون عامل دول مش على الاقل مش اقل من 4 لـ5 فرد هو مسؤول عنهم. يعني النهارده المليون دول هيبقى ورا منهم 4 أو 5 مليون بيعيشوا. فالفكره مش ان انا بعمل حاجه اقول ايه انا عملت مسكن للمحدود الدخل، لا طبعا. انت عايز تعمل مجموعه مشروعات واستثمارات في كل الدوله المصريه، كل الناس تستفيد منها، كل الناس تستفيد منها. يعني هل النهارده لما هيكون في العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا بنتكلم عليها، هي مش هيبقى فيها اماكن للاعاشه ومحلات وللبيع والشراء ومطاعم وخدمات بتقدم لكل القائمين في هذه العاصمه؟ هل ده اللي هيشتغل فيها مين؟ هيشتغل فيها كل الناس، كل المستويات. فبس انا عايز اقول النقطه دي يعني نخلي بالنا منها عشان ما نلخبطش نفسينا وما نديش رساله للغلبان او البسيط ان احنا مش واخدين بالنا منه. اللي بيتعمل ما بيتعملش عشان حد بعينه، ده بيتعمل عشان الفئه المصريين اللي هي اللي محتاجه اكتر. الغني مش محتاج مننا حاجة. الغني مش محتاج مننا ان احنا نعمل له حاجة، هو مرضي بقدراته وبغناه، لكن اللي احنا بنجري عليه ان احنا بنوفر عمل، بنوفر فرص عمل للي هو الأقل الإنسان البسيط يعني. وزي ما بقول فقط في مجال البنية الأساسية بيعمل الآن مش أقل من 1000 شركة. هو قناة السويس 90% من اللي بيشتغل فيها من شمال سيناء. من منين؟ من شمال، من سيناء كلها، شغالين في كل المهام اللي بتتعمل هناك، المحاجر اللي بتطلع الدبش عشان تكسية القناة كلها اللي شغالين فيها أهالي سيناء، الرمل، الأسمنت اللي بيتنقل، عمليات الحفر اللي تمت الجاف، كل ده وحتى الآن مين اللي بيقوم بيها؟ أنا بتكلم على إن الشغل اللي بيتعمل في مجال البنية الأساسية والإسكان بيستهدف إن إحنا نقدر على مدى 3 أو 4 سنين شغل متواصل، ومش بس 3 أو 4 سنين، لأن مصر ما شاء الله بتزيد وعددها 90 مليون عايزين قد كده 10 مرات، فالشغل مش هيتوقف. وأرجو إن إحنا ننتبه للكلام عشان ما نديش رسائل تقلق البسيط، لأ، في كل الشغل اللي بيقدم، كل المشروعات اللي بتتعمل، الهدف هنا كده. ما دام اتكلمنا على المشروعات بنتكلم كمان إن إحنا في اتجاه، مش اتجاه بقى، في جهد بيتبذل وبيتنظم عشان المشروعات الصغيره والمتوسطه اطلقت، لكن لسه الناس ما شافتهاش.
يعني تم التحرك فيها، لكن لسه الناس ما شافتهاش. خلال برضو إن شاء الله الأيام القليلة القادمة هنرى جهد على هذا الصعيد. هتكلم بدل ما اتكلمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة، أكلمكم باختصار قوي على فكرة. احنا كنا اتكلمنا على ان مهم قوي ان احنا صناعة الأساس في مصر في دمياط تحديدا تاخد دفعة كبيرة. فالنهاردة بنفكر، ومش بنفكر بس، بنفكر ومتحركين على ان احنا نعمل مدينة على 350 فدان، مساحة كبيرة جدا، نعمل عليها حاجة أول مرة نعملها بشكل متكامل، مش معمولة بتخطيط أفراد، لا ده تخطيط دولة. وحتى التجهيزات الخاصة بيها احنا قلنا ان احنا هننسق مع الشركات العالمية في إيطاليا وفي غيره عشان نجيب ننمط المعدات اللي هنجيبها للمصانع، ودي مصانع متوسطة. لما نعمل 500 مصنع متوسط في دمياط بشكل موحد بقدرات هايلة بمكاتب تصميمات بكل ما تستلزمه صناعة الأساس الحديثة في مصر، أنا بتكلم هنا على دمياط، النتيجة إيه؟ هنقدر كمان نعمل إجراءات لإنتاج ضخم جدا سواء كان داخل مصر أو للتصدير في الخارج. باختصار العمل في مجال إن احنا نعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ده احنا متحركين فيه كويس قوي. وبرضو بقول خلال الشهر القادم هنكون بنتكلم على طرح اللي انا كنت اتكلمت عليكم من معاكم فيه، عاملين منافذ بيع متنقلة بشكل محترم للشباب، عشان كمان المشكلة اللي احنا بنقول فيها ان منافذ البيع اللي احنا محتاجين نكترها وتبقى بتبيع بأسعار مناسبة تتحقق. في 500 عربية احنا جهزناهم بالفعل، وهم جاهزين دلوقتي ان احنا يتم دفعهم للشباب عشان تبقى احد المشروعات اللي احنا شغالين فيها، وحاجات على هذا الصعيد بشكل كبير.